هناك بالصدارة في المركز الأول، أرى من على بعد اللي في المركز الأول في الصدارة ثامن أشواط هذا المساء، والذي يتخلل 14 شوطا في هذا المساء. ومع هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ، وهذا التجمع الكبير الذي هنا يتواجد في عاصمة الميادين الشارد على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الهاني محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. انتقل مباشرة مع ثاني المراكز من يتواجد هناك على ثاني المراكز اللي هو الخفيف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير. النقلة مباشرة مع ثالث المراكز للمركز الثالث، هناك يصل اللي هم صيحان لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. المركز الرابع هناك يأتينا ضرغام لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود سعد بن طالب بن شريم في عمليه التضمير. اذا هذه هي اول المراكز مشاهدين الاعزاء، اعود الى سادس او خامس المراكز، هناك مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه في عمليه التضمير. سادس المراكز هناك يتواصل سادس المراكز النجمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد سالم بسيف الخصواني المنصوري في عملية التضمير. المركز الثامن يصل هنا معزز على ثامن المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود راشد بن عبيد المري. تاسع المراكز أصل مع الفارس في هذه اللحظات لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا محمد بن عبد الله بن حميدان في عملية التضمير. بينما عاشر المراكز، عاشر المراكز يصل المختبر لهجن الرئاسة صالح بسعيد بالعرج المري في عملية التضمير. إذن هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى، العشر المراكز الأولى. ولكن بعود إلى صدارة الشوط والمقدمة، يتواجد هناك الشارد على الصدارة على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية يتواجد في عملية التضمير. ثاني المراكز أرى التقدمات من أم صيحان ينتقل إلى ثاني المراكز مع نصف المسافة، أيضا أم صيحان المملوك لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. الدور المركز الثالث الخفيف على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير. المركز الرابع يأتينا هناك ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود سعد بن طالب بشريم المري في عملية التضمير. خامس المراكز يتواجد مقصص على خامس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة على خامس المراكز، من يرافق مقصص في هذا الشوط. النقلة مباشرة مع سادس المراكز معزز يتواصل على سادس المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود راشد بن عبيد المري في عملية التضمير. المركز السابع من الجانب الاخر النشمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد سالم بسيف الخصواني المنصوري. النقله مباشره مع ثامن المراكز، وياتينا عنيد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. تاسع المراكز يصل المختبر لهجن الرئاسه بقياده صالح بن سعيد بالعرج المري. عاشر المراكز يتواجد السريع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في عملية التضمير.
هناك مع عاشر المراكز. إذن هذا هو ندانا الثاني مشاهدين الأعزاء، عشاقي رياضة الآباء والأجداد محبي هذه الرياضة، أعود إلى مقدمة الشوط مع المنعطف الأخير. يتواجد مصيحان على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. يتواجد الشاب اللطيف مع هذا الشعار ثاني المراكز، التواجد من معزز على ثاني المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن عبيد المري في عملية التضمير. التحديات من الجانب الآخر على ثالث المراكز، ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، سعد بن طالب بن شريم المري هو على ثالث المراكز. رابع المراكز يصل على رابع المراكز، هناك شارد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية. من يتواجد مع هذا الشعار؟ ولكن التدخلات ما شاء الله تبارك الله من السريع السريع يثبت السرعة في الكيلو النهائي لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في عملية التضمير. رابع المراكز وبقول الكيلو الأخير، رابع المراكز يصل في هذه اللحظات عريض لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد هو على رابع المراكز. التدخلات على خامس المراكز، يصل الخفيف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير ما شاء الله. الخمس المراكز الاولى واكتفي بهذا القدر، بعود الى الصداره في الكيلو الاخير مع السريع السريع على الصداره على المركز الاول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في عمليه التضمير. يا سلام، بدانا نقترب من ال 500 متر النهائيه الاخيره ما شاء الله تبارك الله على ضرغام على ثاني المراكز لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود سعد بن طالب بن شريم المري. الله الله الله، القادم من الجانب الاخر ودوني هني سراب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانه السويدي. ولكن اعود الى الصداره، اعود الى مقدمه الشوط والصداره هناك. الله 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 الله، ودع الجميع، السلام يتجه الى المملكه العربيه السعوديه مع ضرغام لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بشريم. تهانينا والناموس على هذا الفوز، هذه هي لحظات الوصول، تهانينا والناموس. بينما ثاني المراكز سراب لسمو الشيخ احمد بن محمد ورايد المكتوم، ثالث المراكز يصل هناك على ثالث المراكز اللي هو الفارس لسمو الشيخ ماجد بن محمد ورايد المكتوم، رابع المراكز يصل السريع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم، خامس المراكز اترك المراكز الى لجنه خط النهايه واعود هنا بتوقيت الزمني. لحظات وصول ضرغام، التهاني تنقل الى صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود والى سعد بن طالب بن شريم المري. هناك تشاهدون على يمين الشاشه ايضا شوطا ينطلق، وهنا شوطا يعاد بالتوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء. قاطع المسافه 9 دقائق 41 ثانية، 5 أجزاء بين الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بالخير وبالبركة. انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة، الانطلاقة التاسعة في مساء هذا اليوم، وهذا هو الشوط المخصص لفئة الحول المحليات الأصائل لأصحاب السمو والشيوخ